هذا وأكد الكاتب السعودي عبد الله العلمي في مقابلة في نشرة سابقة على حجم الترابط الوثيقي في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي يغذيها التلاحم الشعبي والإرادة السياسية الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين لدفع هذه العلاقات إلى مستويات متطورة جدا. العلاقات السعودية البحرينية ليست فقط علاقات جوار وعلاقات صداقة وعلاقات قرابة، ولكنها أيضا علاقات راسخة ومترسخة بين الشعبين الشقيقين، الشعب السعودي والشعب البحريني. هذه من جهة. من جهة أخرى عمق العلاقة، يعني إحنا عندما نتحدث عن علاقة بين بلدين أو بين شعبين، هنا نتحدث عن عمق هذه العلاقة، عن النسب، عن أمور أخرى تتعلق بالأهداف المشتركة. هناك أهداف مشتركة بين السعودية والبحرين، أهداف سياسية، أهداف اقتصادية، أهداف ثقافية، وأهداف اجتماعية، طبعا متعارف عليها هذه الأهداف بين البلدين الشقيقين. أعتقد أن زيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى البحرين اليوم بإذن الله تعالى هي بادرة خير بإذن الله. بدأها في الإمارات العربية المتحدة، وستستمر هذه الزيارة إلى زيارات أخرى إن شاء الله لتعميق هذه العلاقات.